بيطري رشيد بائع السجائر، كان بيع السجائر بخير الحمد لله من الحامدين الشاكرين. مزواج، عندي وليد، عندي بنية، كاريب 1300 درهم. 1300 درهم كاريبيها في وجدة في لسي الخضر، كاريبيها كنخلص الضو الماديك 100 درهم، 15000 يعني الماكسيمو، يعني عندك 1500 درهم في النهار في الشهر. يعني خصك كل نهار 50 درهم، كل نهار خصك تجمع 50 درهم. 50 درهم تحطها ضروري. انت قادر انك تجمعها؟ جمعها لازم نجمع، يعني لا جلست وتابرت وخدمت غادي يديها. بصح الا تهاونت غير منا ولا منا هزك الماء. ما كنشرب، كان كمي القارو، كان كمي هو اللي كان كمي هنا كل البطاطا والخبز. غادي 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 شوف، غادي نرسلوا واحد الرساله لهاد الشباب، هاد الشباب تاع اليوم الله يجعل ربي يعفو عليهم والله يسهل عليهم والله يحن عليهم. يعني لو يعني على ما كنشوفوا والوسط اللي كنعيشوا فيه والحوايج، يعني راهم غاديين في الهاويه. شت هاد الشباب ما عندوش لا مستقبل لا حياه لا اسبوار، يعني غادي هكا هباء المنتو عايش بور ريع. ما عند... على هو عارف راسو عنده، هو في الفكر ديالو يعني مشى كلشي، فقد الامل في كلشي، لي سبوار قلع ما عندوش. هو غادي يقول غدا غادي يحل، دابا يقول لك ما كاين والو، مشات البلاد، هادشي اللي كاين. ولكن لو كان يفكر ويدير راسو فواحد الطريق يوصلها. انت مازال صغير اصاحبي، انت مازال بنادم عنده 20 عام يقول لك انا ما كاينش. علاش ما يمشيش يتعلم صنعه؟ علاش ما يمشيش يدير واحد المستقبل راسو هو؟ اليوم تلقاه مدابزي مع باه، مع امه، مع اخته. اعطيني، لا ما نعطيكش، يرسل من الحوايج، يخلي الدار، يخرج، يمشي يبات برا، كيدير شي حوايج اللي ما يديرهمش. يعني الطفل صافي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.